أعزائي المشاهدين، معانا على الهاتف دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية عشان يطمننا النهاردة على حالة الطقس. صباح الخير دكتور أحمد، برحب بحضرتك، أهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. دكتور خلينا نطمن من حضرتك على حالة الجو هذه الأيام، هل في تحسن نسبي في درجات الحرارة إن شاء الله هيكون ملحوظ خلال الأيام القادمة؟ يعني إحنا الحمد لله في تحسن في الأحوال الجوية خاصة في درجات الحرارة، تعتبر درجات الحرارة في المعدل على كافة أنحاء الجمهورية. يعني أقدر أقول فعلا إحنا بدأنا الخريف مبكرا، حيث بدأت الأمطار والتوزيعات الضغطية واضحة على خرائط الأمطار، بدأت السبت والحد على السواحل الشمالية، لكن عموما بقية الأسبوع ما فيش فرص لسقوط أي أمطار، لكن في شبورة مائية في الصباح على أغلب الطرق خاصة قريبة من المسطحات المائية والمزروعات. مع النشاط ما فيش نشاط رياح سواء على البحرين على الابيض والاحمر، وده ما ادي الى ان البحرين قابلين لشتى اعمال الملاحه البحريه. دكتور احمد، دلوقتي بالنسبه للناس اللي بتكمل المصيف بتاعها واللي هتتوجه الى المدن الساحليه لحد في الاسبوع المقبل اللي هو هيعتبر تقريبا اخر اسبوع قبل دخول المدارس، ازاي هتكون درجه الحراره في فتره الليل في هذه المصايف؟ هل هنبقى محتاجين ناخد معانا حاجه خفيفه لفتره الليل، ولا يعني هيكون برضو الجو الخريفي مشابه للجو الصيفي او جو المصايف اللي اتعودنا عليه؟ الجو لطيف جدا على كافه انحاء، حتى درجات الحراره الصغرى بتعتبر جيده، يعني ممكن فعلا نقضيها بملابس صيفيه لان درجات الحراره ما انخفضتش بحيث ان احنا نقول نفائل في المساء او في الصباح. طب واذا اتكلمنا يا فندم عن حاله البحرين الابيض والبحر الاحمر ومدى ملائمتهم لحاله الصيد؟ البحريه ما فيش رياح وبالتالي جيد. اخيرا دكتور، درجات الحراره المتوقعه ان شاء الله خلال ال 48 ساعه؟ هي بتروح ما بين 30 و 31، واجه البحر والقاهره من 32 33، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه حتى الشمال الصعيد ما بين 35 36، اخيرا جنوب الصعيد ما بين 37 و 38. شكرا لحضرتك دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه على هذه الايضاحات.